شيماء بناني مطارة مقديمه بزاف وما جديدهش بزاف. كنبغي لي موطو وكنحاول انني نعيش الحلم ديالي. انا دابا اكشوالمون هذه اللي انا اللي عندي دابا هي كاوازاكي اي ار 6 ان، هذه 650، وعندي وحده اخرى هوندا سيفير 1000 ار فاير بليد. تقريبا دابا شي 3 ans دابا باش بديت. صراحه احسن حاجه متنفس زوين، سورتو ملي كتخرج مع لي زامي اللي تا هما ماطريا، شي حاجه اللي كتعيش شي حاجه اللي زوينه اللي ما كيعيشوهاش بزاف الناس. كيف جابي العائله تاع الناس غادي يعرفوا علاش كندوي، حيت ما كاينش تقريبا شي ماشي بزاف ديال لي بارون اللي كيكونوا زعما كيقولوا اه على الموتور، حيت ديما كيبقاو كيديروا في بالهم داك راه كاين لو ريسك في الطريق، انتي بنت ما تقدريش على الثقل ديال الموتور، ما غاداش تقدري تمشي في بلا فيتاس كبيره. المهم ديما كتبقى عندهم راه باللي البنت راه ما تقدرش دير شحال من حاجه. باغ كونطخ الدراري عندهم هانيه، واخا كيبقاو خايفين عليهم ولكن الدري كيبقاو كيقولوا راه راجل معول على راسو. دابا البنات كيلقاو بزاف ديال العوائق، بحال دابا انا تكبر تعولت على راسي عاد قدرت نعيش الحلم ديالي، ولكن ملي كنت صغيره راه ضروري كتكون تحت الرعايه ديال الوالدين ديالك كيقولوا لك لا هي لا. كاين شي عائلات اللي تبارك الله كيتفهموا الولد شنو باغي ولا البنت شنو باغيه، ولكن بزاف العائلات كيقول لك لا حيت خايفين عليك، سورتو خايفين عليك، ومن حقهم من حقهم حيت هادشي ماشي ساهل. ما عندك ما دير، كتقلب كتشوف مشكل منين كاين، وخاصك ضروري تكون انت عارف شي حاجه على الموتور، عارف زعما مناش غيكون المشكل، كتمشي عند السيكليست ضروري مره كيخصك ضروري تشوف شنو كيدير تعرف باش الا طحتي اون بان وكنتي بعيد غادي ديباني راسك. واخا حنا بنات ولكن ملي كتكون كتعيش الهوايه ديالك ضروري خصك تكون مندمج فيها، يعني تعرف الميكانيزم وتعيش اللحظه مع الموتور ديالك. ضروري كاسك ثم الكاسك ثم الكاسك. الدراري البنات كلكم اول حاجه اللي نقدر نقول هي الكاسك، البروتيكسيون ديالك هي الاولى، دير الكاسك ديالك، امورك تكون ناضيه، بيرمي ديالك، وما تمشيش بسرعه كبيره، وديما دير في بالك راه خاصك تكون كتعرف تفراني قبل باش كسيري. بمناسبه 8 مارس بغيت نقول لكاع لي فام ماروكان لي فام اللي كاينين بارتو، البنات الامهات ديالنا خالاتنا جداتنا اي وحده، مبروك عليكم هذا النهار وكونوا فخورين براسكم حيت حنا قدرنا وغادي نقدروا ان شاء الله نربيو امه وحنايا كيفتخروا بينا والدينا غيفتخروا بينا وليداتنا، واللي عندها شي حلم تحاول انها تحققو، والبنات اللي باغيين يدخلوا في الدومين شغنقول لكم برافو عليكم وحاولوا كافحوا، واول حاجه واخر حاجه هي الحمايه ديالكم هي الاولى، ديروا لي كاسك ديالكم، ديما كونوا على البال مع لي موطو ديالكم، وتهلاو فراسكم ونهاركم مبروك، وان شاء الله توصلوا داكشي اللي بغيتو كاملين.